انتقد عدد من شباب العاصمة بغداد الخلافات السياسية، معتبرين أنها السبب بتخلف البلاد على الصعيدين الاقتصادي والأمني، مطالبين بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل للشباب. الشاب العراقي أبسط أحلامه هو التعيين أو الشغل بصورة عامة، يعني الأوضاع السياسية والاجتماعية حتى الاقتصادية جاي تأثر على الشباب وجاي تخليه ما يقدر يسوي أي شغلة، فجاي تأثر السياسة والاقتصاد كله يأثر هذا. فنشوف اليوم هسه مثلا المظاهرات، الشاب من يطلع عليه من طلع أبسط شيء أبسط أحلامه وهي التعيين الأمان. هسه جزء أبسط حلم يقدر ما يقدر يحققه هو الأمان، ما تقدر مو يعني صعبة عليك لا تقدر تطلع وحدك. طبعا التأثيرات هواية على الشاب العراقي، لكن هي أولها يجي من السياسة، يعني هي السياسة تقريبا دمرت الشارع العراقي وطموحات الشاب العراقي، فكل شيء أثر. الأخلاقيات يعني أكو ارتباط، لكن ارتباط مو مباشر، لكن من الناحية الرئيسية هو الاقتصاد العراقي والدولار، يعني حاليا اللي دا نشوفه ارتفاعه هو أثر هواي على الشاب العراقي خاصة أصحاب الدخل المحدود. طبعا يجب أن نأخذ هذا الموضوع من باب الجدية، أن للوضع الاقتصادي والسياسي سببا تدهور أوضاع الشباب، ولكن رغم الانعطافات ورغم التدهورات ورغم الفساد أنا أهني الكثير من الشباب لمواصلة أحلامهم ولو تحقيق شيء بسيط، لكن يعني مكافحين أبطال، لأن هذا الوضع كله صعب وجدا صعب أن نمارس حياتنا بصورة صحيحة وحرة.